بين الجماعات. طبعا سوف نمر الى الجلسه الاخرى. انتخاب كاتب مجلس ولاني في ظروف طبعا حسن التنظيم والانضباط وروح المسؤوليه واستحضار الاخبار والمسؤوليات هذه المنتزهه المتمثله في تدبير مرحله النقل المستحضر للحافلات وتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل وصرف مياه الامطار للجماعات المضويه بها. كيف كتعرف المهام ديال هذه المؤسسه هي ماشي خارجه على مجلس المدينه وانما لتقويه الاشغال المخصصه لهذه المؤسسه. هي مؤسسه البيضاء من بين الاختصاصات ديالها انها تتبع وتتراقب الاعمال ديال التدبير المفوض لشركه ليديت وشركه النقل الحضري، والخطوه هي العمل تعاود تنبه الناس اللي كيشرفوا على التدبير المفوض من اجل تحقيق سير افضل. هذاك اللي يحتاج هو اللي غادي تمشي عندو توجه ليه السؤال، هو اللي غادي يجاوبك على شي حاجه. انا ما سمعت حتى شي واحد يحتج. انت دابا بغيتي تحتج عليا، انا حداك انا اللي كنجاوب. الى انا كنمارس الانتدابات ديالي بما يخوله القانون، وقادر ولا ما قادرش غادي نمسح.